اهلا بيكم وفقرتنا الثابته الاسبوعيه كل خميس بنطل عليكم مشروع الالف خطوه. زي ما كنا سامعين سياده الرئيس قناه السويس الجديده هو خطوه في الف خطوه، خطوه انطلقت ان شاء الله والمشروعات انطلقت وان شاء الله محدش هيقدر يوقفها. هنبدا معاكم بمقدمه يوميات مشروع الالف خطوه وعناوين اساسيه في الموضوعات اللي كنا بنتابعها خلال الاسبوع اللي فات واللي جمعناها لكم في هذه الحلقه المجمعه وهذه الفقره المجمعه اللي بتكون معاكم كل خميس في هذا الصباح. ان شاء الله يكون معاكم السيسي يبحث ما تم في مشروع تشغيل الالف مصنع بالقاهره الجديده. ايضا هيكون معانا محلب يوقع 16 اتفاقيه في مجالات الاقتصاد والاستثمار في تونس وتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري في مؤتمر اليورو ماني، بالاضافه لمشروعات عده هنقف معاها وهيكون ان شاء الله معانا اكثر من مداخله هاتفيه لمتابعه هذه المشروعات. هنبدا معاكم بعنواننا الاساسي وخبرنا الاول في هذه الفقره والنص الخبر بيقول اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي باعضاء المجلس التخصصي للتنميه الاقتصاديه التابع لرئاسه الجمهوريه لاستعراض الانشطه والتكليفات التي يقوم بها المجلس. ايضا سياده السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان اعضاء المجلس استعرضوا خلال الاجتماع الخطوات التنفيذيه الجديده اللي بيتم اتخاذها في اطار مشروع تشغيل الالف مصنع بالقاهره الجديده وما تتضمن من جهد دؤوب لتذليل العقبات المختلفه تمهيدا لبدء العمل بالمصانع. وايضا استعرض اعضاء المجلس عده مقترحات تتعلق بتطوير الصناعه الوطنيه وتعميق التصنيع المحلي. السفير علاء يوسف اكد ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول تطوير قطاع الصناعه اهميه كبرى باعتباره قاطره النمو الاقتصادي الوطني، ونوه الى ضروره الاعتماد على المنتجات المحليه واقامه العديد من الصناعات الوسيطه والمكمله للصناعات الثقيله بما يسهم في توفير مستلزمات الانتاج ويحقق قدرا من ترشيد الاستيراد، بالاضافه طبعا لتوفير فرص عمل للشباب. في خبر اخر ولسه في رئاسه الجمهوريه، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من لجنه الشؤون الخارجيه بمجلس الشيوخ الايطالي برئاسه بير فرنانديو كازيني رئيس اللجنه وبحضور السفير الايطالي بالقاهره. السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه قال ان الرئيس رحب برئيس اللجنه والوفد المرافق ليه واشاد بالعلاقات التاريخيه المتميزه اللي بتجمع بين البلدين والشعبين الصديقين. المتحدث الرسمي أضاف أن الرئيس أشار إلى أن اكتشاف حقل الغاز في البحر المتوسط يعد باكورة لاكتشافات أخرى، حيث يتعين مواصلة أعمال الكشف والتنقيب عن مصادر الطاقة، مشيدا بعمل شركة إني الإيطالية في مصر وجهودها الدؤوبة وعملها الناجحة. كلنا كنا بنتابع خلال الكام يوم اللي فاتوا النعمة اللي ربنا أنعم بيها علينا، وهو هذا الاكتشاف اللي وصفته جرائد عالمية وجرائد أمريكية بأنه هو أكبر اكتشاف لحقل غاز في التاريخ. إن شاء الله هيكون هذا الاكتشاف الجديد يتم استغلاله الاستغلال الأمثل. مصر كانت بتستضيف خلال هذا الاسبوع فعاليه مهمه جدا من سنه لسنه بيتم تنظيمه في مصر، هو مؤتمر اليورو ماني. اليورو ماني بيكون فرصه كبيره لتجميع مستثمرين من 22 دوله في هذا المؤتمر. تم تجميع حضر 600 شخصيه عالميه ودوليه واستثماريه من بيمثلوا 15 دوله او بيمثلوا عدد كبير من دول العالم. اليورو ماني بيكون فرصه ان مصر تعرض وتتوقف مع المستثمرين حول ابرز والجديد والمميزات الجديده اللي بتستطيع الدوله الحكومه تقدمها للمستثمرين الاجانب، المزايا اللي يمكن ان تضيفها للمستثمرين الاجانب باستثمارهم لمصر. الحضور كان عندهم تفاؤل كبير جدا، يمكن المؤتمر بيجي زي ما قلنا بعد مشروعات عملاقه كبيره، افتتاح قناة السويس الجديدة، اكتشاف حقل الغاز الطبيعي اللي هيكون زي ما بتقول جرائد اقتصادية عالمية ان هو هيكون محفز كبير للاستثمار نظرا لوجود العنصر الاساسي لإقامة المصانع وهو الطاقة.
نرجع معاكم لسه بنتابع مشروعات التنميه ومشروع الالف خطوه، مشروع الامل. شهد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنه العليا المصريه التونسيه المشتركه بالعاصمه التونسيه تونس التوقيع على 16 اتفاقيه في المجالات الاقتصاديه والاستثماريه بما يدعم العلاقات الثنائيه بين البلدين. حول أهمية هذا الموضوع وتلك الاتفاقات وقد إيه هي بتعكس خطوة في العلاقة ما بين الشعب التونسي والشعب المصري وتقارب مزيد من التقارب ما بين البلدين، بالترجمة بالتأكيد مثل هذه الاتفاقات الاقتصادية الهامة بالنسبة لمصر وبالنسبة لتونس. معنا على الهاتف معالي السفير محمود الخميري سفير تونس بالقاهرة. صباح الخير يا سيد السفير. اهلا بحضرتك فضل. طب سفير، يعني الى اي مدى تعكس هذه الاتفاقيات العلاقه ما بين الشعبين، ما بين الاداره المصريه والاداره التونسيه؟ والحقيقه هذه مناسبه طيبه لنتحدث فيها عن ما يقام باللجنه العليا المشتركه المصريه التونسيه بعد انقطاع دام 5 سنوات. يعني اخر لجنه تعود الى شهر يونيو 2010 في القاهره. يعني ظروف البلدين من بعد ثورتين يعني حتمت يعني تأجيل هذه الدورة. من حقيقة يعني كانت فرصة طيبة لإعطاء انطلاقة جديدة للتعاون بين الشقيقتين تونس ومصر، وترون الكم الهائل للاتفاقيات وبرامج التعاون ومذكرات التفاهم. يعني أول مرة نوصل للعدد هذا يعني في حياة يعني في مسيرة التعاون، يعني في طفرة واحدة يعني وصلنا للعدد هذا الكم المهم. الحقيقة يعني كانت زيارة متميزة ويعني وتبشر بكل خير، وبالنسبة لعلاقة التعاون في المستقبل خاصة في المجالات يعني نحن نتكلم عن تكامل بين البلدين. يعني ممكن الشراكة في المجال الاقتصادي والاستثماري. البرامج هذيك يعني في تجديد برامج للتعاون في مجالات الشباب والطفولة والرياضة والثقافة. يعني الحقيقة هو في تواصل، أما لازم يعني إطار قانوني يجدد، ولذلك يعني هذا الكم من الاتفاقيات تم توقيعه بالمناسبة. يعني العلاقة ما بتنقطعش بين حتى في خلال فترة توقف أعمال اللجنة المصرية التونسية العليا ما بين الشعب المصري والشعب التونسي، علاقة أخوية، علاقة تضرب بجذورها في التاريخ. يعني نقول هذه الاتفاقات سيد سفير بتعكس وبتكون شكل جديد وتغير جديد وخطوه جديده في العلاقات ما بين مصر وتونس. كيف ما قلت يعني نعم تعطي دفعه وانطلاقه جديده للتعاون بشكل يعني. والحقيقه لم ينقطع التعاون خاصه اثناء الفتره هذه. يعني كان خاصه في الجانب الثقافي كان في تواصل كبير. يعني وانا اقولها يعني انا اشتغلت كدبلوماسي قبل ورجعت كسفير، ما فيش تعاون ثقافي بين الدولتين العربيتين اقوى من التعاون الموجود بين مصر وتونس. اقولها وانا عهدتي ملف التعاون اعرفه، يعني في تواصل كبير ومشاركه في كل الفعاليات سواء هون في مصر ولا في تونس. يعني وكذلك يعني حتى مجالات التبادل التجاري، التبادل التجاري كنا قبل نسعى قبل ثورتين للوصول الى مستهدف، لكن حتى في اثناء الفترة الماضية كانت يعني ارقام متميزة رغم العائق نتاع النقل البري عبر التراب الليبي لظروف ليبيا يعني، ورغم ذاك وصلنا الى ارقام يعني راضين عليها وممكن يعني ان شاء الله كنت في تزايد تتطور يعني لو الامكانيات المتوفرة في كلا البلدين، وان شاء الله تكون ارقام زايده وزخم العلاقات السياسيه يلقي بظلاله على العلاقات الاقتصاديه ما بين مصر وتونس. سيد سفير محمود الخميري سفير تونس بالقاهره، شكرا جزيلا لوقت سيادتك. معاكم نستكمل هذه الاخبار ومشروع الالف خطوه. بدات وزاره الكهرباء والطاقه العمل على اقامه 3 محطات توليد عملاقه تنفذها باستثمارات تصل ل 6 مليارات يورو وبقدرات تصل الى 14,080 ميجا وات. ان شاء الله هتقام في بني سويف والبرولوس والعاصمه الاداريه الجديده وبتدخل الخدمه خلال عامين، صرح بذلك
الوزير محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة. أكد سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية أن المنطقة التجارية اللوجستية الجديدة المفتوحة 82 فدان بطريق طنطا قطور بتكلفة 800 مليون جنيه هتضم العديد من الأنشطة التجارية الحيوية ومنها مراكز تسوق ومنافذ بيع لمنتجات المصانع، هايبر ماركت، بورصات سلعية، أيضا مساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن تبريد وتجميد. إن شاء الله هيتوفر نحو 50,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ونسمع ونتابع معاكم هذا الموضوع وتفاصيله أكتر مع سيادة المحافظ سعيد مصطفى محافظ الغربية. صباح الخير سيادة المحافظ. ألو. أي يا فندم صباح الخير. صباح الخير يا فندم. يعني ما شاء الله مشروع طموح تاني بيضاف لجملة المشروعات اللي بتدي أمل وطاقة وتفاؤل للشارع المصري. عايزين تفاصيل أكتر يا فندم عن المشروع وهذا المشروع تنفيذه على الأرض، المدى الزمني اللي يخلص فيه وإن شاء الله انطلاقه هيكون إمتى؟ والله أنا بعتبر المشروع ده من المشروعات التنموية اللي بترسم مستقبل محافظة الغربية ومصر بصفة عامة، لان على حسب ما المعلومات اللي عندي بالتنسيق مع السيد وزير التموين ان الموضوع ده هيتكرر في اكثر من محافظه ان شاء الله قريبا. خلينا نتكلم على المشروع الحالي في محافظه الغربيه. زي ما حضرتك ذكرت هو على مساحه 82 فدان، وهذه الارض كانت مهمله لفترات طويله ولسنوات سابقه طويله. الحمد لله ان احنا يعني البروتوكول اللي تم توقيعه بمعرفه حضور السيد رئيس الوزراء ده اضافه كبيره جدا للمحافظه. امبارح بس بمجرد التوقيع، احنا التوقيع كان يوم الاثنين، امبارح كان في اجتماع تمهيدي لبدء وضع مخطط لتنفيذ الاعمال والبدء في تنفيذ الاعمال. احنا دورنا كمحافظه ان احنا هنيسر كل الاجراءات اللازمه للبدء في تنفيذ اعمال المشروع. المشروع مدته 3 سنوات ان شاء الله، انما هيشتغل جزء، يعني ممكن بعد سنه ونص بتاعي في اجزاء فيه تشتغل. غير اللي حضرتك قلته، وعلى فكره ده هيتضمن ايضا فندق، هيتضمن ملاعب للاطفال وملاعب للكبار، على ملاعب تنس وفندق على مستوى عالي جدا وحمام سباحه ومنطقه رياضيه كامله. ده بالاضافه للحاجات اللي حضرتك قلتها في بدايه الحديث عن هذا المشروع، واللي انا بعتبره زي ما بقول لحضرتك اضافه لمحافظه الغربيه للمستقبل. اعتقد ده نقله يا فندم، نقله كبيره لمحافظه الغربيه. اكيد يا فندم اكيد. ده بالاضافه طبعا زي ما حضرتك عارف ان وجوده في هذه المنطقه هيعمل احياء كامل، لان هيبقى له صناعات مكمله وما شابه ذلك. عشان كده لما بنقول تشغيل مين اللي هيستفيد بيه بنقول رقم 50,000، فهي 50,000 مباشره وغير مباشره، لان الغير مباشره هي اللي هتشتغل على خدمه هذا المكان. بالظبط كده. تمام. خدمه هذا المكان بالظبط. يعني مشروع طموح يا فندم، وان شاء الله يتم على خير، وهو زي ما قلنا اضافه ومجهود احنا بنتمنه لمحافظه الغربيه. السيد سعيد مصطفى كامل محافظ الغربيه، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. اعلن اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيليه الموافقه على انشاء 3 مشروعات استثماريه قدرها 10 ملايين دولار وتتيح نحو 600 فرصه عمل جديده لابناء المحافظه. وخبر اخر ولسه مستمرين معاكم، اكد المهندس خالد ابو بكر رئيس شركه طاقه عربيه ورئيس مجلس الاعمال المصري الايطالي ان كشف الغاز الجديد في حقل ظهر الواقع في امتياز شروق بمنطقه البحر المتوسط ان شاء الله هيضيف نحو 10 مليارات دولار استثمارات جديده الى قطاع البترول في مصر. وقال خلال جلسة الطاقة لمؤتمر اليورو ماني تحت شعار التمويل المستقبل ان هذه الاستثمارات تضيف الى المشروعات الاستثمارية التي تم طرحها خلال المؤتمر مصر الاقتصادي في مارس الماضي، تضاف بنحو 25 مليار دولار للداخل المصري. كده نكون وصلنا معاكم لنهاية هذه الفقرة من هذا الأسبوع، مشروع الألف خطوة. وأيضا نختم معاكم هذا الصباح، غدا يتجدد معكم اللقاء وفريق عمل جديد. مشكور لكم حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.